أعزائي أولياء أمور ستارز، حبايبي ونجومي الصغار، Good morning everyone. فكرة جديدة كعادة ستارز فكرنا فيها لمزيد من التواصل. احنا من أكتر ما يميز ستارز إن هي فيها family atmosphere، في تواصل دائم بيننا وبين أولياء الأمور، بيننا وبين نجومنا الصغار. بنحب نطلعكم بكل ما هو جديد في ستارز، ففكرنا يبقى في لقاء منتظم بيني وبينكم. حقيقة وحالي بيه يعني موضوع التي في انترفيوز اللي انا عملته اكتر من مرة، قلت طب ليه ما اعملش لقاء يكون مخصص لاولياء امور ستارز وطلابها، من خلاله اطلعهم واعرفهم على كل حاجة جديدة بتحصل في المدرسة. وده هيكون شق من لقائنا كل مرة، هنسميه ستارز نيوز بوليتن، زي نشرة أخبار صغيرة بتعرفنا إيه الجديد في المدرسة وإيه اللي بيحصل فيها. والشق التاني هنكون بنناقش موضوعات تعليمية، كل بيت فيه أسئلة عن التعليم وفي استفسارات وتساؤلات وحاجات عايزين أولياء الأمور يعرفوها، ازاي اذاكر لابني، ازاي اساعد ابني لو ضعيف في مادة معينة. فده برضو هيكون جزء تاني من حديثنا كل مرة. لقاءنا غالبا ان شاء الله البلان ليه ان هو يكون الخميس من كل اسبوع. الفكرة من يوم الخميس ان طبعا حضراتكم يبقى عندكم وقت في الويك اند انكم تشاهدوا هذا اللقاء، وكمان ان انا اكون بعمل wrapping up للprevious week وبدي فكرة عن اي event او حاجة جديدة هتحصل في الfollowing week. النهاردة طبعا بقول للجميع back to school، بنستعد للرجوع للمدرسة بعد اجازة صيف تعتبر الاطول في العالم. مصر من اكتر الدول اللي بتدي اجازة صيف طويلة جدا، انا مش مع ده قوي، نفسي الاجازة تبقى اصغر من كده شوية علشان الولاد تقدر ترجع للدراسة وهي ما نسيتش جو الدراسة والحاجات اللي درستها في السنة السابقة. فموضوعنا النهاردة انه preparations للback to school. احنا استعدينا كتير جدا لبداية السنة الدراسية او العام الدراسي 2014-2015، لدرجة انه تقريبا اغلب الستاف في المدرسة وخصوصا الاداري ما خدش اي اجازة خلال فترة الصيف. كنا بنستعد بريكروتمنت بروسس للستاف الجديد، بنستعد ببناء صرح جديد لستارز وهو ستارز 2 ان شاء الله. اكيد حضراتكم كلكم شفتوا الصور بتاعتها، مبنى الحقيقه تشيرفل جدا، الوانه والديزاين بتاعه مبهج جدا. هو زي ما انا اطلقت عليه اتس بري يونيفرسيتي كامبس. انا هدفي من فصل المرحله الاعداديه والثانويه عن الكيجز والبرايمري هو بداية إعداد الأولاد في المرحلة دي للحياة الجامعية، التعامل معهم نفسياً وتربوياً وتعليمياً بشكل مختلف. وده الحقيقة أنا لقيته مش موجود، محدش بيبتدي يتعامل مع الأولاد في مرحلة الإعدادي والثانوي بشكل مختلف يعدهم للجامعة، وبينتج عنه a sort of an educational shock لما بيدخلوا الجامعة، فبيتعثروا في السنة الأولى في أغلب الأحيان في الجامعة بيبقى فيه مشكلة لأن هو ما تمش إعداده للنقلة دي. في ستارز 2 هنتعامل مع الولاد كصغار كبار، لأن هم ما بقوش كيدز أنيمور، لازم يبتدوا يتعلموا تحمل المسؤولية، لازم يبتدوا يتعلموا قيمة الوقت والمواعيد. ومن هنا جت فكرة الروتيشن او انه الولاد ما تبقاش قاعدة في كلاس واحد بتتلقى 8 حصص او 9 حصص، وده انا بعتقد انه كتير قوي على السن ده اللي ما عندوش طاقة للقعاد وفترة طويلة كده. فالفكرة هناك هتكون انه الولاد هي اللي
هتروح للروم نمبر مثلا 20 to attend an English language lesson وروم نمبر 30 علشان يحضروا كذا. وده هيكون فيه اكتر من فايدة. تحركهم ده من مكان لمكان هيخرج الطاقة اللي هم ساعات بيضطروا يخرجوها جوه الكلاس وبتعمل مشاكل. التزامه بحضور الحصة في ميعادها، لانه لو اتأخر هيحرم من السيشن، فده هيعلمه احترام قيمة الوقت. هنبتدي نخليهم يشاركونا في حاجات كتير داخل المدرسة، يبقوا يعني positive students. ان شاء الله هتكون التجربة ناجحة، وزي ما تعودنا هتكون ستارز هي اللي بتبدأ حاجات كتير قوي، حتى لو حد عملها بعد كده فإحنا لنا السبق فيها، لأنه إحنا عندنا رسالة في التعليم، ورسالتنا بتتلخص في أننا we are not an exam oriented school. إحنا مش بنعلم الطالب عشان يمتحن وتنتهي علاقته بالمعلومات اللي امتحن فيها. نفسي نوصل بالطالب إن هو يستوعب كل ما تعلمه خلال العام الدراسي ويرسخ في ذهنه ان هو يستفيد بيه في حياته بعد كده. الحقيقة الماركتينج تولز في مجال التعليم بقت كتير قوي، وانا بختلف مع بعضها. مثالا بعض الاكسبريشنز اللي شاعت زي سامي انترناشنال سكول، انا بختلف مع التعبيرات دي شوية، لانه المدرسة اللي بتخرج طالب تمنحه شهادة الثانوية العامة فهي ناشونال سكول، ايجيبشن ناشونال سكول. اللي بتمنحه الدبلومة الامريكية دي امريكان دبلومة، اتس ان امريكان سكول. اللي بتمنحه الابيتور، ذس از ا جيرمان سكول. اللي بتمنحه الباك فرانسيس، دي ايكول فرانسيس. ف السيمي اند كوارتر انترناشونال ده تعبيرات انا مش موافقه عليها، ولكن في تعبير اخر انا بستخدمه عن ستارز، ان هي وي تيتش ذا انترناشونال كريكولا ولكن بانترناشونال تيتشينج تكنيكس اند فاسيليتيز ان ذا كامبس اوف ذا سكول. احنا والحقيقه احنا منحنا international accreditation in the management and administration standards، بمعنى ان احنا بندير مدرستنا اداريا واكاديميا بمعايير دولية. وحضراتكم احنا يعني اعلنا الشهادة دي ووضعناها على البيج وعلى الويب سايت بتاع المدرسة. We are working all the time to develop the performance بتاعنا. فزي ما قلت لكم الجديد السنة دي هو STARS 2. الجديد السنة دي هو بعض التغييرات اللي حدثت في تدريس اللغات زي الإنجليش والفرنش والجيرمن، ولكن كلها تغييرات هدفها working on the students' skills. As an English language instructor، وده شغلتي الأساسية، أنا قعدت 25 سنة تقريبا بشتغل في مجال الـ ESL teaching، فبقول للبارنتس، وده بقى الشق الثاني اللي هو زي نصائح تربوية أو تعليمية للبارنتس، من فضلكم ما تقيسوش تعليم أو تعلم الطالب للغة بالكم. أخذ vocabulary قد إيه؟ أخذ grammar قد إيه؟ لا الكتاب ده فيه vocabulary أكتر، لا الكتاب ده فيه grammar أكتر. It's not about quantity, it's about quality. ابني بدأ السنة language بتاعته عاملة إزاي؟ الفلونسي بتاعته عاملة إزاي؟ using the language in communication إزاي؟ وانتهى إزاي؟ لأنه I think كلنا بنتعلم اللغات بهدف ان هي تساعدنا to find better job opportunities، او تساعد اولادنا في مجال عملهم لما يتخرجوا من الجامعة ان شاء الله، وليس الهدف هو الحصول على الدرجة النهائية في الانجليش او في الفرنش او في الجيرمن. دايما بقول النقطة دي وهفضل اقولها، وهفضل اشتغل اكتر على انه الولاد يبقوا fluent. كانوا زمان بيقولوا لنا the language
begins with the ear. لو الطالب تعرض أكتر لسماع اللغة الأجنبية بطريقة صحيحة, he's gonna generate this foreign language in the correct way. وهو ده الهدف. ده بالنسبة لكل ما هو جديد في ستارز. الحاجة التانية كمان إنه إحنا حصل تعيينات جديدة في المدرسة, انضم لينا كاليبرز عالية جدا من المدرسين, إن شاء الله يكونوا إضافة لينا ولأبنائنا. بالنسبة لفترة الباك تو سكول, بليز بنصح كل ولي أمر يبتدي يساعد ابنه للرجوع لمود الدراسة بتنظيم أوقات نومه وصحيانه علشان ما يحصلوش مشكلة في أول فترة من الدراسة. يبتدي يتكلم معاه ويسات objectives. Please spend some quality time with your kids. اتكلموا عن السنة الدراسية الجديدة, ايه الأهداف اللي احنا حاطينها ليها, ايه الأخطاء اللي أخطأناها السنة اللي فاتت كطلبة, يعني أولادكوا غلطوا في ايه السنة اللي فاتت وايه البلان ان هم يصلحوا الغلط ده السنة دي. احنا كستارز بنعمل كده دايما, بنعمل auditing or self assessment لنفسنا ونشوف احنا عملنا ايه كويس وكان في تقصير او قصور في ايه, لانه الكمال لله وحده. وبنحط بلانز وبنشتغل باجتهاد ان احنا نصلحها السنة الجديدة ان شاء الله. تمنياتي بعمد راسي سعيد للجميع. هنلتقي زي ما اتفقنا كل خميس ان شاء الله. بس حابة اقول انه ممكن كمان اللي عايز يبعت لي اي ايميل او اي رسالة خاصة بموضوع ممكن ما ينفعش يتناقش in public, الايميل بتاعي gm@starslanguageschools.com gm@starslanguageschools.com. كل سنة وانتم طيبين وعند راسي سعيد ان شاء الله.